سلام سلام، شوفوا هاد اللوحة الفنية، شوفوا هاد الجمال، شوفوا هاد الروعة. فواكه الآسيوية أو الفاكهة الآسيوية جات من تايلاند، كليتها اليوم، يا سلام ما شاء الله وتبارك الرحمن. هادي اللي كيسميوها فاكهة التنين، هادي المانجو، هادي كيسميوها عظم أو القلب تاع المانجو، تسميوها مانجو ستين، زي بحال نقول ستين هي الحجرة، المانجو معروفة بحال قلتي العظمة اللي كتكون داخل ديال المانجو، كتحل وكت سبحانك يا رب، سبحانك يا رب يعني. وهذه بحال اللي قلت لكم التنين، هذه ما عرفتهاش. ديانا دينا عارفاها، دابا راه ناعسين، هما راه نعسوا مع 8 ديال العشيه، حيت موالفين بالجو ديال تايلاند، كي نعسوا بكري و تيفيقوا 4 الصباح 5 الصباح، فالبارح فاقوا مع 4 الصباح، او اليوم فاقوا مع 4 الصباح، ودابا راه ناعسين. انا جالسه بوحديتي فقلت نصور لكم هاد الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله وتبارك الرحمن، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه تحفه، ما بغيتش نقطعها دابا حيت الليل، حيت الا قطعتها خصني ناكلها، ودابا الليل ما نقدرش ناكل الفخوي في الليل، ولكن سبحانك يا رب الا قطعتها غدا ان شاء الله اكيد غادي نبينها لكم، غدا ان شاء الله غادي نشوف نقدر نقطع لكم. مهم مانجو باقى شي شويه قصحة، الحمد لله انه وصلوا من تايلاند صاغ سليم، ما فيهمش حتى شي حاجه خسرات في هاد لي فخوي هادو، الحمد لله والشكر لله. سبحانك يا رب، زعما اللي يعيش يا ما يشوف. بدي انا ودينا حماقوا على هذيك البلاد على ود ال ال قال لك الناس عندهم واحد الامانه، يعني حاجه ما تمشيش لك، ما يسرقوكش، ما يغشوكش، تيردوا لك الصرف كيما هو، ما كيغشوش بفرنك، يعني بفرنك، لدرجه بحال دابا دينا عاودت لي شرات واحد الحاجه وكان بقاو شي فلوس غير شي قلال، ومشات فحالها وعيط لها قال لا اجي حقك تاخدي فلوسك. كانوا كيحطوا الذهب ديالهم في لوطيل قسما بالله، وتيخرجوا تيرجعوا تلقاه، يعني سبحانك يا رب. والخيرات لي فخوي، الاكل رخيص ما شاء الله، تما الشمس، الناس طيبين، الناس مؤدبين، الناس محترمين، شبعوا الفاكهه اللي هي الديسير، حنا كنقولوا في المغرب ديسير، المصريين تيقولوا الفاكهه، شبعوا هاد الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى، الحاجات اللي هي طبيعيه، الحاجات اللي هي الاورغانيك، ما شاء الله كلهم قال لك سفلت، كلهم ضعافين، كلهم شادين الفورمه ديالهم، لانه كيشربوا بزاف ديال العواصير، وكياكلوا لي فخوي هادو بزاف، وتياكل الحوت، ما شاء الله عليهم وتبارك الرحمن. فجلسة بوحديتي قنطانة، قلت ندير معكم هاد نوريكم هاد الفواكه، ولكن عرفتي غادي نحلها، غادي نحلها، نحلها دابا ولا نخليها حتى الغدا، عرفتي شنو نديرو، نخليها حتى الغدا ان شاء الله باذن الله نوريها لكم. ها نتوما غادي تشوفوا هذه اللي قلت لكم البارح، اللي هي الدراغون فروت او فاكهه التنين. ها نتوما ملي غادي نقطعها، ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الرحمن، شتو كي دايره، شتو كي دايرين. وهذه اللي كيسميوها اللي كيسميوها العظمه ديال المانجو، كنظن بلاتي نشوف الى حطها، لا كان خصني نقطع. ها انتما شوفوا
المفروض نقطعها ماشي هكذا، كتكل هكا. يا الله أكبر، لا إله إلا الله. أنا أوريكم كيفاش خصني نقطعها. قطعتها غلط لأن دينا هي اللي كتعرف. خصها تقطعها هكا بحال بحال. واو، عرفتي شنو؟ عسل، عسل. هذه بحال هكا المانجو. الله أكبر. وهذه هذه كتكل هكا، دير بحال العظام ديال الهندية. الله أكبر. هذه اللي هو الباشن فروت، الباشن. هذه سميتها باشن. يا الله، شوف شوف، مادام حليتها خصني ناكلها. الله الله، حقكم الجنة. وجمعة مباركة إن شاء الله تدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. المهم نسالي معكم هنا ونقول لكم في امان الله، حفظه. باي باي.